عمر خلاص بلي بلي عباد بنزين ولد طوي ثورة ما في الحطة الوحيدة فتح هلا بالمنطقة هون الله ولا عليك يا بزل المواطن خلاص عيب اجزل المواطن خلاص عيب دل اليوم سعر التنكي ده سعر التنكي اليوم موجودة اليوم 24000 بالمية موجودة 17000 و400 البيزو بس بقول طعم الدربيل عم يصل هلا البنزين وصل بعبوه الرئيس بدوني كلمة هلا عندنا اللي عندنا الصاريخ تبعنا عم يجي عم يطلع عنا احنا والصاريخ ببلد بس انه العالم ليش بدها توقف على الازمات ما عم تفهم والدولة بقى حلها بقى تحلها الازمة
والوزيرة بالسنة اليوم بتقول انه هلا بتستورد بنزين، ما تأمن السوق ميزوت قبل ما تستورد بنزين. إذا خلص البنزين اليوم شو بصير؟ شفنا على بكرة جبت، ما جبت تعود الله. بس إنه الشعب بالنهاية ما عم ياخذ البنزين ببلاش، عم يدفع ثمنه. يعني عايب بقى ينزلوها بقى بالبطارية. يعني في مشكلة لقدام في أزمة بنزين؟ إجباري إذا الوزيرة ما حلتها لأنه الدولار اليوم على 2030 عم يدفع 85% لبناني 15% دولار. هيدي أكبر مشكلة لهيك الملاك العالم مسكرة. يا بدك تضطر تسرق يا بدك تضطر تسكر. هلا اللي عندي انا اليوم حبيعه ونرجع نسكر. هلا عم الرسم عم يطلع راس اللي بيعبر او تخسر تاكل في كل شيء. يا هلا يا هلا هلا معلم محمود يلا the bag. بدك تعبي شو
شو بدك تعبت؟ عملك سنه تعبت. بدك تعبت؟ 10 كم يوم بدينوبي؟ الله يفك هالدقيقة يا رب يا الله. وعطاء البنزين بالمنطقة كلها؟ بتعبي من هون. عم بيقول انه ما طول البنزين. شو بتعرف؟ شو بتعرف؟ لا فضل على كل ما سلمت.